أقصى درجات البساطة يرى فيها أبناء البصرة السعادة العظمى، فانطلاقا من أقدم الأماكن حيث سوق العقيل وسط البصرة القديمة أكثر من نصف قرن، تتعالى روائح اللحوم المشوية ومزيج الطماطم والبيض المعروف محليا بالمخلمة، كما امتزجت تطلعات البصريين بغد مجرد من تسلط الظالمين وتجار الأزمات. والله احنا نفتح الساعة بثلاثة، ثلاثة ونص، لأن العالم بس تصلي وتجي. اي دائما يعني هاي العادات، تجي تريقون الصبح هنا تك معلاق الله ايش يعني. كل ما صار خلاف سياسي يطيح براس الشعب. واحنا ندفع الثمن. يعني هسه احنا بالبصرة خصوصا يعني حرارة كلش، يعني كهرباء ماكو. هاي صار يومين شوي تجيك ساعتين تنطفي لك أربع ساعات. عادات البصريين لا تقف عند حدود الإفطار في الأماكن الشعبية، فهي تختلف بحسب الأماكن، وقضاء الزبير مثال على ذلك. فبعد أداء صلاة العيد يتجمع الزبيريون ليتبادلون التهاني، لكن هذه المرة امتزجت أمنيات العيد بالترحم على شهداء العراق. وهذه عادة متوارثة قديمة من أهالي الزبير القدماء اللي كانوا يقطنون ويسكنون هذه منطقة الزبير واللي أسسوها هم طبعا. فهذا الغرض منه هو أن تلتم الجيران والأبناء ويحدث بينهم التبريك في العيد. اليوم قرأنا الفاتحة بمناسبة هذه الآلم الكارثة، الله شاهد، فنسأل الله أن يصبر أوائل الشهداء. وإحنا بالضبط إحنا هم مؤلمين جدا. فناجين القهوة توقفت لأجل الترحم على من فارقونا وهم يتبضعون لإحياء مراسم عيد الأضحى المبارك، فذكرهم في مجالس الأعياد واجب لا منا برأي الزبيريين الأصلاء. بيوم مصارع الشهداء الزبيريون الأصلاء استبدلوا التهاني والابتسامة بتقديم التعازي لذوي شهداء العراق عموما لأهالي مدينة الصدر خصوصا. من قضاء الزبير غرب البصرة، أركان تقي، قناة التغيير.